يعطيكم العافية. اليوم راح نبلش بلكتشر نمبر 2 لهذا الأسبوع، وراح نكمل على الأجزاء من النباتات اللي إحنا ممكن نستخدمها. واليوم راح نحكي عن الباركس أو اللحاء. فإيش الباركس أو إيش اللحاء؟ البارك هو عبارة عن التشو اللي بيكون outside the cambium، إذا شايفين بالصورة الكامبيوم اللي هو بيكون آخر جزء من الستم، وبيكون حواليه البارك، حوالين الستم أو الروت موجود عندنا البارك للبلانت. عشان انا اعمل كوليكشن للبارك لازم اعمل له كوليكشن ب certain time، ويفضل انه يكون هذا التايم خلال فتره الربيع. ليش؟ لان انا بدي البارك يكون ناشف، فبسهل علي ان انا اقدر اعمل له بيلينج عن الستم او عن الروت، يعني بيكون اسهل انه ما يكون ناشف من انه لما يكون ويت وملزق لسه بالستم او بالروت. فعشان اعمل له كوليكشن اذا بعمل ترانسفيرس سيكشن او بعمل لونجيتودينال سكشن او انسيشنز، يعني يا بشكل طولي يا بشكل عرضي، او شكل طولي مع شكل عرضي، وبعدين بعمل بيلينج لهاي الاوتر لاير عن الكامبيوم او عن السم او او الروت. بعد هيك بنعمل له سان دراينج و ديكوردكيتد، يعني نفس الشيء بنعملها زي بيلينج، هي نفس البروسيس. احنا بنشيل الطبقه الخارجيه وبنسميها هاي البروسيس بنسميها ديكوردكيشن. من الأمثلة على الباركس، هاي أول إشي نشوف هاي لونجيتودينال انسيشن بشكل طولي، وهذا بيكون أسهل من العرضي بهاي الحالة عشان نقدر نعمل بيلينج للحاء عن النبتة. طيب أول إكزامبل على النبتات اللي إحنا بناخد اللحاء لإلها اللي هو السينامون، القرفة اللي بنسميها سيناموموم أروماتيكوم من عائلة لوريسا، وفي إلها كمان another synonym اللي هو سيناموموم كاسيا، يعني هذا مشهور أكتر. هاي النبتة بتعيش بس بي ساوث تشاينا موسلي، يعني أحسن الأنواع بتكون بي ساوث تشاينا، وبدها درجة الحرارة تكون بارد نسبيا، وكمان في عنا annual rain flow يكون between 1200 ل 1300 مليمترز، وكمان ارتفاع المكان اللي عم بتعيش فيه لازم يكون مش كتير عالي من 90 ل 300 متر. طيب شو الاكتف كونستيتونتس الموجودة بهاي النبتة؟ في عنا فولاتايل اويلز، واهم اكتف كونستيتونت او اهم فولاتايل اويل موجود عندنا اللي هو السينامالديهايد، وهاي المادة هي المسؤولة عن السويت تيست اللي بنحسها بالقرفة. وكمان هاي المادة إلها stimulation، يعني هاي stimulant effect على السي ان اس اذا كانت متاخده بلو دوز، بس اذا اخذناها بكميات كتير عاليه بتعمل inhibition للسي ان اس. فعنا other volatile oils موجوده زي اليوجينول، في عنا سينامال اسيتات، في عنا تنز، وفي عنا سينكاسيول اللي هو بيشتغل as anti allergic. في other خلينا نحكي species موجوده عنا زي مثلا سينامومم فيرم، هذه او بنسميها زيلاتيكم، بنستخلص منها كمان سيناميك اسيد. بس المين كونستيتيون زي ما حكينا هو السينامالديهايد. سو لايش بنستخدم هاي النبته؟ احنا بالتراديشنال بنستخدمها از كارمينيتيف انتي سبازموتيك وانتلمنتيك ايجنت. كمان بنستخدمها، او في يعني كتير كليمز هلا انه لها افكت على الانسولين، وممكن تقلل او ممكن تساعد على التريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس، وممكن تقلل التراي جليسيرايدز والكوليسترول بالبلد سيروم. كمان لها استخدام كتير واسع ومنتشر اللي هو الوارمينج افكت، او بنستخدمها عشان ندفع، عشان هيك بتستخدم اكتر بالشتاء، ونادر ما حدا يستخدمها بالصيف يعني كشراب. ليش بتعطي warming effect؟ لأنها هي بتشتغل as vasodilator، فما أنها بتعمل vasodilator فراح تزيد التروية الدموية للأطراف، وبالتالي تعطينا شعور الدفء اللي إحنا بنحسه بس نشربها. شغلة كتير مهمة لهاي النبتة إنه ممنوع تستخدم للحامل بالفترة الأولى بالفيرست ترايمستر، الثلث الأول ما بصير نستخدمها. ليش؟ لأنها هي إلها إفكت على اليوتراين، تعمل ستيميوليشن لليوتراين فممكن تسبب أبورشن، أو أصلاً هي عشان هيك تستخدم to induce menstruation إذا صار في عنا تأخير بالبيريود أو بالمنستروايشن، بتتاخد القرفة عشان يعني to induce the menstruation، وكمان to induce the blood flow.
هلا في جزء ثاني من النبتة بنستخدمه اللي هو الوراق، وهاي الوراق ممكن نستخدمها كبديل، تستخدم يعني في، خلينا نحكي في فور كوكينج بيربسز اكثر، تستخدم من هاي الاوراق كبديل للبي ليفز اللي هي اوراق الغار، لكن لهلا ما فيش لها يعني استخدامات طبية، خلينا نحكي تراديشنالي يعني مش معروفة كتير كإشي يتاخد أو كنبتة تتاخد فور أني يعني فارماكولوجيكال أو فور تريتمنت أوف أني سيمتوم أو ديزيز. النبتة الثانية رح نحكي عنها اللي هي السينكونا بارك. السينكونا بارك بتيجي أكتر من سبيشيز، من أشهر السبيشيز الموجودة عندنا، أو هاي أول سبيشيز اكتشفوها أو اكتشفت اللي هي السينكونا إفوشيناليس. كل سبيشيز بتيجي على شكل شرب أو تري، وبيكون هيك رجرز يعني زي شكل سجادة. البارك والبرانشلتس كلياتها بتيجي مبرة، زي عليها يعني ماينوت هير، فبتيجي بنسميها رجرز. الاكتيف كونستيتوينتس الموجودة بهاي النبتة او كل سبيشيز لهاي النبتة، في عندنا تو اكتيف كونستيتوينتس، في عندنا الكوينين واتس انانتيومر اللي هو الكوينيدين، وفي عندنا السينكونين واتس انانتيومر اللي هو سينكونيدين. فهم عبارة عن مادتين، كوينين وسينكونين، والإنانتيومرز اللي لهم اللي هم الكوينيدين والسينكونيدين. هلا نبلش بأول مادة اللي هي الكوينين والإتس إنانتيومر اللي هو الكوينيدين. سو الكوينيدين اللي هو دي إنانتيومر بنستخدمه أسكارديك أريثميك لأنه بقلل أو بعمل إنهبيشن للفبريليشن، والكوينين اللي هو ال انانتيومر بنستخدمه از الترناتيف للارتيسونيت اللي هو يستخدم از انتي مالاريال ايجنت، بتستخدم بالسيفير ملاريا اذا اللي هي اللي بتسببها البكتيريا اللي هي بلازموديوم فالسيبارم. هلا السينكونين والسينكونيدين لا يستخدموا لاني يعني لاني افكت، هم يستخدموا اكثر شيء بالاورجانيك كيمستري بالاورجانيك سينثيسيس زي يعني النيوكليوس عشان نقدر نعمل كيميكال رياكشنز عليها، ويستخدموا لانهم اوريدي بي يعني بستيريو تايب فورم خلينا نحكي، فبيستخدموها عشان نبلش يعني بالاورجانيك ستيريو كيمستري reactions، فاحنا بنكون بندخلها بالرياكشن as a nucleus عشان نطلع بيه certain enantiomer. هاي الفرق بين الكوينين for example والكوينيدين، حكينا هم بس enantiomers، بس الفرق مثلا بين الكوينين والسينكونين هو بس الميثوكسي جروب اللي موجودة على كاربون نمبر 6، فهو زي precursor للسينكونين. والسينكونيدين هم عبارة عن بريكورسز للكوينيدين والكوينين، عشان هيك حكيناهم حكينا نحن بنستخدمهم بالأورجانيك كيمستري للأورجانيك سينثيسيس لأنهم بيشتغلوا أس بريكورسر أو نيوكليوس عشان نقدر نضيف عليهم other functional groups for any pharmacological effect. بس هم فعليا مش موجود اي شيء بالسوق يعني سينكونين او سينكونيدين انه تباع او تستخدم فور اني افكت. هاي يعني مش مطلوب منكم بس يعني جنرال ايديا كيف انه السينكونا بارك نستخدم سيفرال ستيبس عشان نستخلص الاربع مكونات اللي احنا حكينا عنهم اللي هو الكوينين والكوينيدين والسينكونين والسينكونيدين. لاحظوا انه مثلا بنعمل اول اشي ريفلكس، بعدين بنعمل اكستراكشن وذ سلفوريك اسيد، بعدين بنرجع بنسخن مثلا ل 90 درجة سلسياس، بعدين مثلا بنعمل بويلينج مع اكتيفيتد كاربون، بعدها مثلا بنصير نفس اول شيء الكوينين، وبعدين بيكون في عندنا الكالايد سلفيتس بالسولوشن، بنعملها مثلا الكالايزيشن مع ان اي او اتش، وبنعمل اكستراكشن بايثر فبتعطينا السينكونين. بضل انه السينكونيدين والكوينيدين نقدر نستخلصهم عن بعض، فبنعمل اكستراكشن والدايلوتد اتش سي ال، بعدين نيوتراليزيشن بصوديوم تارتريت عشان نفصل السينكونيدين اللي هو بيكون بريسيبيتيت والكوينيدين بيكون لسه بالسولوشن. فمش مطلوب منكم بس يعني جنرال ايديا تعرفون، لانه ان شاء الله بالفايت بات رح يكون عندنا اشياء مشابهه لهذا السيستم. النبته اللي بعديها اللي هي الويتش هازل او الهاماميليس فيرجينيانا او بندق الساحره. من هاي النبته ما بنستخدم بس الباركس، بنستخدم الباركس والليبس. فالباركس والليبس التنتين بيحتوي على تنينز زي الهاماميلي تنينز والجاليك اسيد اللي هم لهم
الاكتيف افكت اللي هو الاسترنجنت افكت راح نحكي عنه. كمان في عندنا اثر ماتيريال زي البرو انثوسيانيتينز، وفي عندنا فلافونويدز موجوده هاي بالليبس زي الفلامبرونولز الكامبفيرول والكورستين. في عندنا كمان اذر فولاتايل اويلز زي الهيكسينول والهيكسين 2 اول، في عندنا الالفا والبيتا ايونونز واوجينول، وفي عندنا سافرول، وفي عندنا سيسكوتربينز. ماني فولاتايل اويلز موجوده بهاي النبته. ليش انا بستخدم هاي النبتة؟ انا حكيت انه في عندي تنينز، فمعناها في الها استرنجنت افكت. بما انه في استرنجنت افكت معناها ممكن نستخدمها از انتي هيموراجيك ايجنت او انتي انفلاماتوري. فالتراديشن اللي بيستخدموها للتريتمنت اوف هيمورويدز او لا تخفيف السيمبتومز اوف هيمورويدز، كمان بيستخدموها للدياريه، وتستخدم اكسترنالي برضه حكينا للهيمورويدز والبروسز واللوكال انفليمد سويلينجز. بسبب هاي اليوسس كمان هي يعني زي approved من الجيرمان كوميشن اي to be used for minor skin injuries واللوكال inflammations اللي بتكون على السكن او الميوكس ميمبرينز، وحكينا للهيمورويدز والفريكوز فينز. هاي البارك لا الواتش هازل اللي بنستخرج منها التنينز او بناخد منها اكستراكت، بكون فيديو تنينز اللي بتعطينا الاسترنجنت افكت. النبتة اللي بعديها اللي هي الصفصاف بناخد من الباركس لإلها او الباركس اوف ويلو او الصفصاف، او اسمها الساينتفيك سيليكس البا، وفي عندنا سيليكس فراجيليس من عيلة سيليكيسا. من هاي النبتة احنا بنستخلص مادة اسمها الساليسين. السلسين اللي كانت زمان تستخدم كلبخات لتخفيف الآلام، فالاكتف كونستيتوينتس فيها السلسين. وفي انذر ماتيريال موجوده فيها اللي هي السلسليت تيجي از سولت يعني، وبنستخلص من هاي النبته حكينا السلسين اللي بعد هيك بنعمل له بروسيسنج السلسليك اسيد، ممكن كمان لاسيتايل سلسليك اسيد اللي ما له افكت او يعني الافكت على الجدار المعدي بيكون ماينر، مش زي السلسليك اسيد اللي احنا ما بناخده هلا اورالي بس بنستخدمه توبيكلي. هلا هاي السلسين مش موجوده بس بهاي النبته، موجوده بكل النباتات بتنتمي لفصيله الكونثيريا. ف يعني في نباتات تانية احنا زي الكونثيريا برضو ممكن نستخلص منها ماده السلسين ونحولها لسلسليك اسيد، وبعديها ممكن لاسيتايل سلسليك اسيد. سو هيك بنكون خلصنا بارت الباركس، حكينا عن السنكونة، حكينا عن السينمون والويلو والويتش هازل، وحكينا ايش اليوسز والانجريدينتس اللي موجودة فيهم. هلا ان شاء الله بالتسجيل اللي بعده راح نبلش نحكي عن الروتس والرايزومز، ويعطيكم الف عافيه.